المؤسسات، لان المؤسسات في نهايه المطاف هي، وانا بالنسبه لي كنشوفها هي واحد الافراز، هي صوره، هي مراه للمجتمع. شكرا. شكرا حفيظ. الواقع أنا مع المداخلة ديال الأستاذة، لأن أختلف جزئيا على أن نقول بأننا ماشي حاجة اسمها ضرورة البديل التنموي، وأن المصطلح أو الشعار أنه جاء خارج سياقته وأنه سقط سهوا واحد المرحلة كباقي الشعارات الأخرى أو المصطلحات الأخرى التي تم تعليمها سواء على مستوى الإعلام أو على مستوى الحكومة حلف بالحكمة. لماذا؟ تقول على أن ضرورة البديل التنموي هو انبثق من الانحصار اللي وقع عليه واقع التنموي الصغيرة ديالو، ملي قبل الحركة ديالو ولا بعد الحركة ديال الرضا اللي أصبح فيه الشعار الأساسي ديال البديل الاقتصادي. كنظن على أن مستوى العدالة الانتقالية في العهد الجديد، فبما أن كاين تقرير ديال تقرير 50%، تقرير 50% مثلا ما تشفيه وتقرير قيم، ولكن بقينا في المؤسسات الحزبية من يفعل أو ينطلق أو يتفاعل ما فيها القام الذي اعتبره وثيقة رسمية. وهذا هو الصوت، هذا هو النقاش الصوت، يعني معروف مش حال هذا هو النقاش، هذا هو هذه القلعة الصامدة ديال مدينة صفر بحساسيتها المختلفة، ولكن تتفق على مجموعة من الطبيعة كما اتفقتم أيضا في المداخلة ديالكم على هذا الموضوع ديال المجتمع. بالفعل غير النقاش الراقي، يعني أحيانا ينبغي تقزيموه نقاشات بسيطة جدا، وفي اعتقادي يصح للأساتذة الكرام على أن ما تحدثتم عنه في المجتمع ما كيداش مع الفشل ديالو، ما كيداش مع المنكر. انا اعتقد ما كنتحدثوش على هذه المرحله، كنتحدثوا على فقط انا عندي تساؤلات يعني دقيقه. النموذج التنموي انا بالنسبه لي يعني ضم للمكون الحزبي. ملي كنقول نموذج تنموي او كيف سماه الاخ مشروع تنموي، يعني انه غادي يكون واحد القلب خص جميع الهيئات السياسيه والاحزاب خصها تدخل في هذه العمليه. بالتالي فهنا السؤال ما جدوائيات الفعل الحزبي ولا السياسي؟ ما جدوائيات انني انا كحزب سياسي سواء كنت اسلاميا او يساريا او الى ذلك؟ فبمعنى اخر المفروض عليا يكون عندي واحد التصور داخل النموذج، وهذا ماشي مطلوبش مني انا كفاعل حزبي. المفروض فيا انه ربما اشرت له الاستاذه في القضيه مساله ربط هذه العمليه التنمويه بالعمليه الديمقراطيه. انا سيد ديمقراطي بيننا الشارع، اقدم تصوري كحزب، لان المفروض انا كحزب راه يقول شي واحد لي هو حزب سياسي ولا يطمح الى الحكم او الى التسيير هذا شي حاجه اخرى. انا المفروض انني حزب سياسي راه اطمح الى التسيير الى الحكم، هذه قاعده اعتقد ولا يختلف معها شي معي فيها شي واحد اخر. بالتالي عندما اقول انا حزب سياسي اطمح الى الحكم والى التسيير، المفروض عندي نموذجي الذي اعرضه على المواطن لكي يصادق عليه، فإلى خديت الثقه ديالو المفروض عليا في 5 سنوات او 6 سنوات نعرض عليه هذا النموذج ديال الاقتصادي او عفوا النموذج التنموي، وبالتالي بيننا ربط المسؤوليه بالمحاسبه في هذا المطار. وبالتالي عندما اقول نموذج متوافق عليه في اطار التوافقات اللي للاسف الشديد اصبحت مميعه تبيعات ديال التوافقات في البرلمان توافقوا فكره، فما جدوى الممارسه الديمقراطيه وما جدوى الاعمال السياسي وما جدوى العمل الحزبي الذي يطمح الى فرض ماشي فرض الى طرح نموذجه وعرضه على المواطنين. وبالتالي انا اعتقد مفهوم النموذج التنموي، ثم ايضا مساله اخرى ربما اشرتما اليها وما نذكرهاش، وهي قضيه التشخيص. لما قال صاحب الجلاله فشل
صافي قلنا الله يبارك في عمر سيدي، واش كان هناك بالفعل تشخيص؟ راه ما كانش كيف قال تفضلت الاستاذه الاستاذ سعيد الرحمن، يعني هاد القضيه ديال هاد الموضه انا اعتقد يجب ان نقطعوا معها حتى النموذج وتثبيت وترسيخ مفهوم الديمقراطيه الحقيقيه وفتح المجال للاحزاب السياسيه للتدافع داخل الحق السياسي. شكرا. شكرا استاذ عبد الحق. انا عندي كنعاود راه نسيت واحد التدخل من الصباح وانا كنقرا السمية. والصلاه والسلام على رسول الله. في البدايه الشكر للمشاركه في الشكر كذلك لاختيار الموضوع مشروع التنموي البديل او التنميه بشكل عام. الاستاذين الفاضلين مشكورين على المداخله ديالهم، ولا خاتي غتكون جزء منها ساستحضرها ما تنطرحه كمخالف اساسي في التنميه، وهو ان لا تنميه بدون ديمقراطيه، لا تنميه بدون استخلاص العبار من الحرب والتشتت الحقيقي. ولكن نقول واحد المساله اللي هي انظفه اساسيه، لا تنميه دون استخلاص العبار من التاريخ الموارد. ولهذا انا موضوع التنميه في المغرب ناقشوه من قبل فتره الحمايه وفتره الحمايه ومن بعد فتره الحمايه باش ناخذ العبره. نبدا بالموضوع ديال الديمقراطيه اللي هو مدخل اساسي للتنميه. لا بد ان المجالس المستفاده المفروض انها تستعد قرار ديال التنميه. الى خدينا قرار التنميه الان في المغرب، واحد الكلمه ديال ياسين الكيران قال لك قرار التنميه من الحكومه حتى ذاك المجلس ديك الجماعه الترابيه لا تؤثر حتى 10% في القرار ديال التنميه على المستوى المغربي. 90% فين كتجي؟ كلها كتجي من خارج المجالس المنتخبه. كل المخططات تبنى في واحد المكان اخر وتاتي المصادقه عليها ويشرح على تيار. هذا واقع. وحتى ديك 10% ونرجع لواحد الموضوع اللي كان في صندوق التنميه القرار، ديك 10% يراد لها ان يتحكم فيها. حتى ديك 10% في حد ذاتها موضوع التنميه القرويه هو موضوع، مثلا نعطينا مثال تكون تجربه، 40% ديال الميزانيه ديال الجهات كتمشي للتنميه القرويه، وكنقولوا غير كافيه حيت القريه مازال خاصها، لكن حتى هذا 40% راه المجالس ما عندهاش قرار عليها. راه هو برنامج جاهز كتوجد في واحد المكان اختيارات ديالو بناء على مجموعه ديال الاعتبارات، وكيجي كينزل وكتحاول ما امكنت تدافع باش تاخذ واحد الجزء ترجع واحد الجزء عندك وكيبقى هذا التدافع. لا تنميه بدون استخلاص العبار من التشخيص، وانا كنمشي جمله تفصيله مع ما ذكرته الاخت امينه. مجموعه ديال المؤشرات كاينه في الواقع خصنا ناخذ منها العبار باش نبنيو فعلا لا بغينا نبنيو تنميه. خصنا نطلق من هاد الناس هادو المستهدفين للتنميه، راه منهم كتبدا التنميه واليوم علاش تطلع التنميه؟ ما يمكنش. ولكن يذكر حتى على مستوى التاريخ، قلنا العبار خصنا نستخلصوها في التاريخ. وفتره الحمايه توزيع الاراضي كيفاش كان؟ لمن كان؟ دائما فتره الحمايه هنايا كاين صراع ما بين ما بين ما بين ما بين ما بين الطرفين. كاين واحد الطرف اللي هو بين قوسين منتخب، بين مزدوجين فيهم حتى واحد الاراده شعبيه، ولكن كاين واحد الطرف يصنع ويراد ان تظهر الامور لصالحه. هو اللي خدا الاراضي الخصبه في المغرب قبل 1912، هو اللي في الفتره ديال الحمايه خدا الامتيازات، هو اللي في الفتره الحمايه بنى 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 مصالح اقتصاديه ديالو، معارك المصالح الاقتصاديه، هو اللي بقى مستمر. والا نرجع للموضوع ديال 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 سي عبد الجابري تكلم على 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 الانتظار، ثلاث قاعات ديال الانتظار، الانتظار اللي كان قبل وبعد معاهده اكسليفان، اللي كان عندنا واحد الخيار ديال الديمقراطيه وجينا الخيار ديال الديمقراطيه باش نمشيو واحد التوجه اخر، الخيار اللي كان من بعد حكومه عبد الله ابراهيم اختارنا واحد التوجه على نمشيو، ولكن سرعان ما هذاك الفئه التي يراد ان تصدر الامور كتدخل عندها الوسائل الكفيله باش انها كتدخل وكتولي ترجع الامور لجهتها. والانتظار الثالث هو اللي كان في حكومه عبد الرحمن اليوسفي، اللي في واحد اللحظه تبنى ذاك الامل عند الشعب على انه غادي يستعد القرار الديمقراطي، غادي يستعد القرار ديال التنميه، غادي يبقى يبنيه، ولكن سرعان ما تم التراجع عليه دائما لصالح هذيك الفئه اللي عندها من الوسائل الكافيه انها دائما ترجع للمناره. الانتظار الرابع هو ما بعد حكومه بالكيران اللي كنشوفوه دابا، التراجعات الخطيره اللي كنشوفوها هي باينه تراجعات لصالح تلك الفئه، وهي نفس الفئه لان هاد المقاطعه راه مشات لهذاك الفئه، حيت هذاك اللي راه كاين الحليب 3 دراهم ونص هنا كاين الحليب 3 دراهم، لماذا هذا الحليب من غيره؟ لماذا هذا المنتوج؟ اذا نفس الشيء دابا الشعب
عندهم الوعي الكافي انه لا كيبدع مجموعه ديال الاحتجاجات وكيوجهها لواحد فيها فئه معينه. سؤالي الاستاذين الكريمين، مع هذه الحراك في الاجيال تبارك الله اللي كنفتخروا بها مع العولمه، الافق كنسولكم عن الافق، ماذا من بعد 10 سنوات 5 سنوات 15 سنه 30 سنه لقدام؟ ماذا نرجع لواحد القاعده ربانيه في هذا الشهر المبارك، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بنفسهم. ما تنتظروش ان التغيير غادي يجينا من ماشي حد، راه التغيير كيبدا من النفس، من الذات والمحيط القريب، وبفعل تراكمي غادي نغيروا في الحي ديالنا، وغادي نغيروا في المدينه، وغادي نغيروا ان شاء الله في المجتمع. وفي الاخير شكرا لك. شكرا على التدخل المدخل. حسن جميع الجوانب، وحيي الوساده العمراني، وحيي الوساده امينه، بالفعل شخصت كل جوانب الفساد السائده داخل المغرب، والتي للاسف تحميها لوبيات قويه تجاوزت كل الحدود، ورد الفعل التلقائي والعفوي للشعب المغربي هو هذه الظواهر وهذه الحركيه وهذه الاحتجاجات. احيي وارحب بالاخوين في هذه المدينه، ويسمحون لتدخلات احيانا متجنجه ولكن نابعه من القلب ومن الصدق ومن الغيره على هذا البلد. بإمكان المغرب أن يكون في صورة مغايرة تماماً لما هو عليه اليوم، فساد سياسي، فساد اقتصادي، فساد على جميع المستويات. كيف يعقل أن تكون الحكومة المغربية مشكلة من 39 وزير، بينما إسبانيا بالأمس فقط 17 وزير فقط، وإسبانيا لا مجال للمقارنة بين الضدين. ثم التقسيم الجهوي، كيف تكون التنمية وهذا التقسيم الجهوي الفارغ من كل محتوى؟ فاس وبولمان ومكناس جمعنا جميع المؤهلات للفقر والبؤس. كيف يمكن أن نقسم المغرب إلى 12 جهة وبهذه الطريقة العزلية التهميشية؟ يجب أن تكون داخل المغرب 6 الجهات فقط، وتكون ويكون تقسيم أفقي حتى نتمكن من وجود وسائل تنمية جهوية حقيقية. غياب التعليم، غياب المثقف، لا يستشار إطلاقا في أي مجال من المجالات، ولذلك الداء واضح. وأناشد الأستاذة أمينة أن تنشر مثل هذه الأشياء وباستمرار. نحييكم ونرحب بكم ونعتذر على الإخوان الذين شرفوا على تصدير هذا اللقاء. في الحقيقة بكل بساطة يمكن القول بأن المغرب لا يتوقف على نموذج تنموي حقيقي، وإنما هناك مجرد تفكير في هذا النموذج. هناك مخططات قطاعية هي التي حلت محل النموذج التنموي في المغرب، ولكن هذه المخططات القطاعية ينقصها الانسجام وينقصها الانتقاليه، والرؤيه الواضحه، وخاصه فيما يتعلق بتحقيق الاهداف. كاين اشكال اخر هو الاشكال المتعلق بتعدد المخططات. هناك تعدد في المخططات اللي كترتبط بدرجه بعمر الولايات الحكوميه. كاين هناك مخططات كتجي بها حكومة كتنتهي الولاية ديالها، كتجي حكومة أخرى كدير مخططات، وهكذا دوالي، وبالتالي إنهاء مخطط قبل تحقيق الأهداف ديال المستقبل. كاين هناك إشكال آخر متعلق
بان كثير من المخططات لا تخضع للتقييم ولا تخضع للمحاسبه رغم الميزانيات الضخمه المرصوده لهذه المخططات. والغريب هو ان المغرب الان يشتغل بمنطق اخر، لا يشتغل بمنطق الوسائل. الان المغرب يشتغل بمنطق النتائج، وهذه نقله نوعيه حتى في المقاربات الاصلاحيه، يعني في تثبيت العموميات في المغرب. ولذلك يمكن القول بان المغرب يسير بسرعته. كاين مجالات كيحقق فيها اشياء معتبره، ولكن هناك مجالات اخرى يراكم فيها الفشل تلو الفشل. ولذلك يبقى النموذج التنموي في المغرب يعني في حاجه ماسه الى حل الوسط. اللي كنقول حل الوسط يعني كنغيبوا فيه الشق الايديولوجي والشق السياسي. كما تفضلت الاخت، النموذج التنموي يحتاج الى تشخيص. الحقيقه انا اتفق مع الاخت الفاضله، النموذج التنموي في المغرب يعكس ازمه التشخيص. لأن كل واحد عنده المؤشرات الخاصة ديالو، كل واحد عنده القناعات الخاصة ديالو، وبالتالي كاين إشكال، إشكال متعلق بالمعلومة. فهذا الغياب ديال المعلومة اش كينتج عليه؟ كينتج عليه تضارب في المصالح وتضارب حتى في الأفكار. إذا هذا تحدي. إذا فالتوفر على المعلومة الشفافة هو مدخل حقيقي لتشخيص صادق. الحديث كذلك عن مستقبل نموذج تنموي قادر على انتاج الثروه في المغرب هو رهين بماذا؟ رهين بدور وازن للفاعل المدني. الدستور 2011 اعطى ادوار حقيقيه ومسؤوليات حقيقيه للفاعل المدني، ولكن الفاعل المدني الان من 2011 الان ما ادوار ديالو ما كايناش. ضعيفة، ضعيفة جدا. إذا كيفاش غيكون واحد التخطيط للنموذج التنموي؟ إذا وضعية البلاد تستدعي تجديدا عميقا للنموذج التنموي عبر مقاربة تشاركية. لا بد من إشراك فيها كل الفعاليات. كنقول الفعاليات لا أقصد فقط المجتمع المدني، الفعاليات يعني الناس الخبراء اللي عندهم تجربة، اللي عندهم خبرة، اللي عندهم ركنوا مجموعة من المعارف، حتى هذو خصهم يتشاركوا. والمجتمع المدني سنصحوا دائما بانه يعاني مجموعه من التحديات، سواء متعلقه بالتسويق هذا تحدي، متعلق بالترافع تحدي، ثم كذلك بالاشراك. خلاصه القول بين قيم الفعاليه في الانجاز والديمقراطيه في بناء الشرعيه تكمن المعادله السياسيه اليوم. لكن يبقى السؤال اليوم، كيف يجمع رجل السياسه اليوم بين اخلاق المسؤوليه ونجاعة الخبراء المتمكنين من الملفات وبين شجاعة المحاربين من أجل إقرار الانتقال الديمقراطي؟ شكرا. شكرا سيدي. أنا تم خلق ما يوازي 66% من الجمعيات، يعني أنه من 56 حتى لهذه 18 سنة، يعني قبل ما تبدأ هذه المبادرة في التنمية البشرية، كان عندنا واحد المجتمع المدني اللي كيشكلنا بالنسبه ديالو في المجموع العام دابا اللي كاين ما يناهز الثلث. ملي جات هذا الشيء ديال التنميه البشريه وهذا الشيء اللي هضرت بحال هكا، ولات عندنا هاد 66% واحده اخرى، يعني انه كتشوف ان التطور ديال الانتاجيه ديال المجتمع المدني بين قوسين هو تطور سرطاني، ما بقاتش مع ذاك الشيء. يعني الا قلتي ان 49 سنه قدرنا نحققوا فيها 33% ديال الجمعيات و13 سنة عطاتنا 66% من الجمعيات، راه كاين شي خلل. وهذا الخلل يعني انه الناس اللي كانوا انه كيدبروا راه واضح عندهم الاهداف. وكنظن ان بالنسبه لنا حنا في التجربه ديال مدينه صفو، خاصه منذ الحركه ديال 20 فبراير، شفنا ان الناس ديال السلطه نزلوا ولاو كيصوروا لنا جمعيات. دونك يعني انه الجمعيات انا ما كيمكنش تاسس بقرار سياسي، وبالتالي ان حتى ذاك المجتمع المدني غيبقى عليه واحد السؤال كبير. ما غنطولش انا هذه فقط كتحرقني بزاف هذه المساله هذه. غادي نعطيو الاساتذه المتدخلين الردود. غنبدا بالاستاذه امينه عكس شكرا جميلة، وكان فيها نقاش مفيد واستفدنا منها في الحقيقه شيء كثير. شكرا.
وأنا في الحقيقة ما غنكونش في مستوى المجيب على تساؤلات طرحوها ناس تقدموا بأفكار في مستوى عالي من النقاش. أنا اللي كنتمنى أن هذه المبادرة تستمر في اتجاه تعميق هذا النوع من النقاش، ولكن عندي نقطة واحدة بغيت نشير لها شوية نركز عليها، لأن في كل مرة في مثل هذه اللقاءات اللي هي في الحق لقاءات شعبية حيث العمق ديالها شنو هو، لأن السياسي حيت أنا سياسية، سي عبد الرحمن راه حتى هو سياسي، كان نائب برلماني والآن لا زال يؤطر من مواقع مختلفة. جزء من مسؤوليتنا أننا في كل مرة نتواصل مع الناس ونكونوا معهم ونستمع لهم، لأن التفويض اللي كيتعطى في التمثيلية ما معناهش انقطاع، حيت في أعرق الديمقراطية هي اللي نجد فكرة الديمقراطية التشاركية اللي كترجع فيها في كل مرة الناس، لأن التفويض ما معناهش نحن نفوضك سيدي اللي بغيتي واش نتحاسبوا معك في لحظة الانتخابات. منظور الديمقراطية التشاركية هي أنه خصو يكون دائما مواكبة في إطار هذا التعاقد الذي ينتهي في مدة معينة، ولكن على أساس تحسس هذيك الروابط إلى أي حد الناس مازال غاديين في نفس الطريق اللي بنوا به التعاقدات ولا بداو كينحرفوا، لأن الانحراف وارد في أي لحظة. الهجوم المتكرر على فعل السياسة وتبخيل هذا خصنا نسلطوا عليه شوية الضوء ونحن نشخص جزء من أعقاب. شي واحد الإخوة دعانا إلى قراءة التاريخ، راه جزء من الأعقاب اللي ركبناها هي أننا ما كنعرفوش نقراو التاريخ، وهذا جزء من قصور النخبة السياسية في المغرب عموما لا تقرأ التاريخ، بل أن المغاربة في العموم ما كيعرفوش التاريخ ديالهم ولا يقرؤونه بشكل مفيد في المناهج ديالهم في البرامج الدراسية، وما كنعرفوش نتعاملوا مع التاريخ ديالهم ببساطة لأننا نجهلوه، وبناء على إرادة غيبت البعد التاريخي في قراءتنا، فاحنا من الشعوب القليلة المفصولة عن تاريخها، وهذا الشيء كيتبنى من مدرسة من بداية الدخول ديالنا إلى المدرسة. الهجوم المتكرر على فعل السياسة والسياسيين ومؤسسات المنتخبة، حيت الدولة دابا الدستور اللي رجعنا له بغينا نقراه يتحدث عن الدولة وعن الحكومة وعن السلطات العمومية دون أن ندرك شنو الفرق بيناتهم، لأن الدستور ما عرفش شنو هي الدولة، وفي أحيان كثيرة يتحدث عن السلطات العمومية، وفي أحيان يتحدث عن الحكومة، يتحدث عن الملكية، الحكومة والبرلمان بناء المؤسسات، بمعنى الأكيد أن السياسيين كيمثلوا جزء من هذا بناء المؤسسات داخل الدولة. ولكن الغريب في المغرب أنه في لحظة التشخيص كيوقع الضغط كله على الحلقة التي يمكن أن تعتبر الأضعف هي السياسيين. السياسيين في النهاية بانحرافاتهم وإخفاقاتهم ونجاحاتهم هي محاولة لتمثيلية الشعب داخل دوائر هذا القرار. فالغريب أن الشعب ملي كيشخص كيمشي لهذيك الحلقة التي يفترض أن تمثله، ولكن ما كيمشيش لها بمقاربة نقدية في اتجاه البناء والتقوية، حيت في النهاية هذاك البرلمان كيما بغى يكون راه هو مؤسسة لا تزال ضعيفة ضمن البناء المؤسساتي، هذاك الشيء علاش تأثيرها في القرار لا يزال ضعيفا، ولكن راه بغينا ولا كرهنا راه هذيك هي تمثيلية الناس تما، إذا كانت قاصرة جزء من المسؤولية الجماعية باش ما نمشيش بعيد في التشخيص. الناس كيحترفوا هاد عملية الهجوم اللي في تصوري خصنا نحلوها ونحن في طور البناء، حيت الناس خصهم كل واحد يحاسبوه من منطلق التعاقد اللي كيتبنى معاه، لأن كيقولوا الناس السياسيين ما عرفتوش ديروا خصكم تخويو تمشيو بحالاتكم، في حين أنه راه كاين جزء كبير من الشعب خاوي وغادي بحالاتهم ولكنه لا يؤثر في المسار وهو جزء وهو مسؤول عليه. إذن هذوك الناس كيجيو كيبنيو تعاقد وفقا غندخلوا المسار في محاولة لتغييره أو لمحاولة التأثير فيه من الداخل. هذه عملية محاولة التأثير تقتضي أولا أننا نخرجوا بتشخيص الناس ماشي في تباكي أو لممارسة المظلومية، ولكن في محاولة تقاسم التشخيص من داخل هذا البناء اللي دخلنا له، لأن من السهل نتفقوا كلنا ونقولوا بعدوا علينا السياسيين وحلوا البرلمان وحلوا الحكومة تمشي بحالاتها، ومن السهل أن واحد السياسيين يدير واحد النوع ديال الصمود ويقول أنا ما غنبقاش في اللعبة، ما غنبقاش بهذه الشروط، على أي حال راه دارها عبد الإله بنكيران مؤخرا كتمثيل بتوجه داخل النخبة السياسية، ولكن ماذا بعد؟
شنو حلينا الى طلبنا من السياسيين انهم يبتعدوا عن المواقع اللي موجوده فيها؟ وعاد كاين خطاب ان السياسيين راه همهم هو المواقع. راه السياسيين والمؤسسات المنتخبه ما جات على الناس الا ليوصلوها الى المواقع. حيت شنو غرض التمثيليه؟ هي ان الناس كيجيبوا وحدين من وسط منهم وكيتحملوا مسؤوليه اختياراتهم وكيدفعوا بهم الى في اتجاه المواقع المؤثره في القرار. دابا الغريب ان كلشي بدا كيقلب كينقلب عندنا في المغرب، فاصبحنا ننظر الى الحلقه الاضعف، هي وحدين جايين من الشعب واخذوا تمثيليه من الشعب كيحاولوا يتدافعوا في مربعين صعب، والمغاربه كيعرفوا مزيان هادشي. شتي الناس اللي كيعرفوا اللي كيطرحوا الاسئله، شكون هي الدوله العميقه؟ شكون اللي كيقرر؟ قولوا لنا شكون. هادشي راه كله واضح ومشخص وباين، والذين يطرحون الاسئله كيعرفوا الاجابات ديالها. عموما انا في تصوري بان شيطنه الفعل السياسي، انا ما عمرني ما غنكون معاه، انا مؤمنه الى العمق بفعل السياسه وبنبل السياسه، وكنعرف بان هذا المسار مسار معقد داخل بناء عنده كل الاليات باش يحرف النقاش في اتجاهات معينه. لان لاحظوا اليوم الراي العام باش مشغول بالهجوم على مؤسسه البرلمان. شنو هي مؤسسه البرلمان في النهايه؟ نبخسوها، نعتبروها ضعيفه، ما كايناش الناس فيها كيسعوا الى التعويضات الى المواقع، بواحد النوع ديال الهجوم المحترف المنظم. وحنايا كنحاولوا نشخصوا لننتقل الى ديناميه جديده. شنو الرساله؟ الرساله هي ما بغيناش اي تمثيل ولا محاول، لان هذه العمليه ديال الهجوم المسلح الى بغينا بين مزوجتين على البرلمان راه ما قديمش بزاف، كانت تمارست شويه، ولكن في السنوات الاخيره اصبحت قويه وموجهه. سنطرح السؤال، انا غنختلف مع بزاف ديال الاخوان لانني انطلق من مقاربه الفعل السياسي، وانا مازال مآمنة به، حيت نهار نآمن بانني غنمشي نجلس في حالاتي لان ما غنقدش نبدل موازين القوى، راه غندير الاختيار ونقول لازم نكون نمشي، ولكن انا متعاقده مع الناس على اننا غندخلوا كسياسيين وغنحاولوا، ولكن في النهايه راه يجب ان نتقاسم في كل مره تشخيص ونقلبوا على حل. اذا كنا نتحدث عن الديمقراطيه وكنقولوا بانه فعلا لا تنميه بدون ديمقراطيه، راه ما كايناش حتى شي ديمقراطيه في العالم بدون سياسه، ولا توجد سياسه بدون حياه حزبيه قويه، ولا توجد حياه حزبيه قويه بدون اقتناع الناس بجدوائيه، لانه هما اللي غيبدلوها. حيت الاحزاب اللي كتضعف والنخب اللي ما كتكونش فاقده للاستقلاليه حاضيه المصالح ديالها، تفرغت الاحزاب السياسيه العريقه من مضمون هادشي كله، منين جانا؟ راه جانا غير من ديناميه مجتمعيه افرزت هادشي. الا استطعنا نعبدوا وعي جماعي جديد راه بالتاكيد غنبدل، وراه لا يمكن للشعب ان يغير الا انطلاقا من هذه المواقع، حيت كاينه مواقع اخرى بعيده على الشعب ما عمره ما غيوصل لها. واليوم كاين هجوم كاسح على اضعاف هذه المواقع التمثيليه القليله. لذلك انا بغيت الرساله من هذا النقاش. عموما ما كاينش هذاك الشاب اللي اطلق الرصاص ومشى، عموما لسنا هنا لتبادل اطلاق الرصاص، ولكن حنا هنا غير لمحاوله التفاعل، وكل مقاربه في الحقيقه عندها منظور. ولكن باش نختم هذه المداخله ديالي، حنا راكمنا في المغرب، راه المغرب ماشي ما بناش مسار سهل، وهذاك المسار ديال التراكم اللي فيه اشياء كثيره ايجابيه راه جزء من الصناعه ديالو اشرفت عليه النخبه السياسيه. اليوم شنو كنفتقدوا؟ كنفتقدوا الى اعاده الاعتبار للنخبه السياسيه اللي غتستطع توصل هذه الاصوات التي